عناصر البحث في محركات الإنترنت لعام 2022 والأكثر رواجاً في جوجل كانت مختلفة لدى العراقيين، منهم من بحث في التاريخ، والبعض الآخر بحث عن آخر المستجدات السياسية والاقتصادية، إلا أن الرأي أمام عدسة الكاميرا هو الأكثر برهاناً في الدقة حول بحث العام الذي سينطوي. العناصر اللي أبحث عليها بالإنترنت هي عادة البرامج الثقافية، خاصة اللي ببغداد، لأنه أنا هاي هذا الشيء خليني أعرف إنه شلون التطور الثقافي ببغداد. أنا أكثر العناصر اللي أبحث عليها في الإنترنت في عام 2022 تاريخ السياسة العراقية وتاريخ الوزارات، تاريخ الرؤساء. طبعاً بصورة عامة الإنترنت صار جزء من حياتنا، بحيث كل الأمور أكو أمور عامة وأمور خاصة. الأمور العامة أي شخص يحتاج أي شيء راح يجي على الإنترنت. طبعاً بصراحة حتى اللي وصلت ناس أنا شفته محتاج علاج جاي يروح الإنترنت يبحث عن العلاج بدون ما يراجع طبيب. اختلاف الأعمار في المجتمع العراقي هو من يحدد المواضيع الرائجة في مواقع التواصل الاجتماعي، وباختلاف البيئة والثقافة ومستوى التعليم الذي حصل عليه الفرد، فالشباب انجذبوا على المواضيع التي تلبي طموحاتهم ورغباتهم في البحث. قدوا عليها بالجوجل، السيارات، صناعة الأرجيلة، أسعارها، المعسل، هاي ما عرفنا دور عليها بالجوجل، يعطوكها بالتفصيل. هل ذن يدور عليهم بالجوجل؟ مناطق الترفيهية. بينما كانت الحصة الأكثر بحثاً في هذا العام لدى النساء هو الطلب على منتجات التزيين وأصباغ الشعر في المرتبة الأولى، أما في المرتبة الثانية هو مشاهدة المسلسلات التركية والمصرية وقصص الحب والغرام. من العاصمة بغداد، مهدي غريب، ون نيوز